السلام عليكم، كي دايرين الخوت؟ كلشي بخير، نتمنى كاع تكونوا بخير والصحه ديالكم بخير. واليوم الجو يا سلام، الجو مشمش وواعر، ولكن انا ما كنتيقش في هذا الجو ديال هذا الانجليز. بعض المرات كتكون الشمس كتقلب الشتاء وضبابا ورعد. المهم الخوت، كنبغي نوجه لواحد التحيه لواحد للناس اللي دخلوا عندي جداد وكيحضروا معايا في البريفي وكيكتبوا لي الكومونتيرات. الناس اللي كتكتب لي الكومونتيرات تحياتي ليكم، وكنشكركم بزاف بزاف بزاف. والحمد لله راني تواصلت مع بزاف الناس جداد اللي منهم عائلات مغربيه عايشه هنايا وقدام وبولادهم، وقالوا لي ودي راه داكشي اللي كدير كيعجبنا. كنشكركم بزاف على التحفيز ديالكم وعلى التشجيع ديالكم، وشكرا بزاف على هذا السيبورت هذا. وانا قد ما كتسيبورتيوني قد ما كنزيد نعطيكم، والصراحه راكم تستاهلوا كل خير. وقبل ما نمشي للموضوع ديالي غادي نحاول نناقش واحد النقطه اللي لاحظتها في الفيديو اللي سبق. كنت هضرت على هذوك الهوم سيكسيوال، وهضرت على الناس اللي كتتاجر في الدين من في مساله ديال اللجوء وكذا، من ناحيه باش ياخذ الوراء كيتاجروا بالدين. هذيك القضيه اخوتي، كلامي كله اللي قلته صحيح، وانا داكشي دوزتو على تجربه وشفت الناس اللي عاشت داكشي. يعني ماشي كما كنقولوا جبته من الخيال ديالي، ولا جبته من كما نقولوا ابتكرته من مخي ولا كذا. يعني هادشي هذا راه الناس عايشاه في اوروبا وعاشوا في الانجليز. هادشي علاش كنحاول نبلغ الرساله ديالي، حيت واحد الاخ كتب لي قال لي ودي راه كلامك 1000% غلط، وخصك تزيد تعاشر انجلزه وتزيد تعرف القانون ديال الهجره والمهاجرين. انا خويا هاد العبد المذنب اللي كنهضر معاك، انا ما خليت ما درت مع الهوم اوفيس، يعني باش تفهمني انا ما خليت ما درت مع الهوم اوفيس، وما خليت القوالب اللي استعملت مع الهوم اوفيس كنعرفهم مزيان، يا وزاره الداخل كنعرفهم مزيان وكنعرف الخبايا ديالهم. انا راه عايش 9 سنين هنا، راه كنعرف الشعب الانجليزي كيفاش كيخمم، كنعرف الشعب الانجليزي كيفاش طريقه التفكير ديالو وطريقه المعامله ديالو. كنت انا ما كنعرفش وما تادابتيتش في هذا الشعب هذا، وما دخلتش السيستم وما كنعرفش العقليه، كون ما ضربش 9 سنين. كاين ناس راه جاوا ضربوا عام طك طك بلا اوراق صيفطوهم للبلاد، وهذا الشيء راه معروف. يعني انا مادام هضرت في هذه القضيه ديال اللجوء بالنسبه للناس ديال هومسيكسيوال ولا بالنسبه للناس اللي كتاجر في الدين، يعني راه ما هضرتش فيها حتى كاينه واكزيس. ما غنهضرش انا واحد الهضره وعايش معايا هنايا 100000 لاجئ ولا 300000 لاجئ، يعني غادي يكذبوني غيكذبوني. هذا الشيء اللي كنبغي نقول، وانا كنتقبل الانتقادات ديالكم سواء كانت ايجابيه ولا سلبيه. انا مادام درت هذه القناه تم تقبل اي حاجه من عندكم، وعادي يعني مادامكم انتم راكم كتفرجوا فيا وكتعطيوني كتعطيوني واحد 20 دقيقه من الوقت ديالكم وكتصنتوا الفيديوهات ديالي، انا كنتقبل الانتقادات ديالكم ونحطهم على راسي. المهم الموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم موضوع مهم بزاف بزاف بزاف، وكيهم الناس اللي عندهم العائله في الغربه واللي مواعدينو العائله ديالو في الغربه بشي عاديه. مثلا مع موعدينك مثلا العائله ديالك يطلعوك لاوروبا يجوجوك بنتهم شي امور بحال هكذا. غنحاول اليوم نطرقوا لهذا الموضوع هذا، وغادي نهضر عليه وغنفهمه مزيان باش الناس تعرف شنو كاين قبل ما تجي وقبل ما تحط رجلها هنا في الاوروب. حيت لما مشيتي تحطيتي رجلك هنايا خصك تعول على راسك وتعول على ربي، وراه ما كاينش اللي يهزك من غير ربي ومن غير يدك، وكما كيقول المثال ما توكلك غير يدك، هذا الشيء اللي كاين. المهم الموضوع اللي غنهضروا عليه اليوم هو الانسان اللي كيكون عايش في الغربه، العائلات اللي كيكونوا عايشين في الغربه وكيبغوا يجيبوا واحد من العائله ديالهم، سوى خوهم سوى اختهم سوى بنت خالتهم سوى ولد عمهم. المهم حنا غنهضروا من كيما نقولوا من جوج نواحي. غنهضروا من ناحيه ديال الناس العائلات اللي عايشين هنا وكيجيبوا العائله ديالهم وكيسخسخوهم هنا معاهم، وغنهضروا على هذوك اللي في البلاد وكيكون معول على العائله ديالو طلعوا لاوروبا. غادي نبداو بالناس اللي كتكون معوله على العائله ديالهم باش يطلعوا لاوروبا. المهم كما كتعرفوا كاع المغاربه عايشين في اوروبا وكيهبطوا من الصيف للصيف، كيهبطوا في الاعياد، كيهبطوا في المناسبات المغرب، كيهبطوا عند الخالات ديالهم، كيهبطوا عند العمام ديالهم، كيهبطوا عند الاجداد ديالهم، عند الاخوان ديالهم. المهم كيزوروا العائلات ديالهم في المغرب، وبغي كيزوروا العائلات ديالهم في المغرب
يعني كيتلاقاو مع ولاد خوتهم، مع ولاد خواتاتهم، مع ولاد عمهم، مع ولاد كذا، كينوض واحد من العائله ديالهم كيقول لهم فوالا دير ما كرهتكمش انايا تشوفوا لي شي حل نطلع لاوروبا ولا كذا. مع العائله هذيك كتكون زايراهم في المغرب وكذا، ما يقدرش يقول لك لا، ما يقدرش يقول لك لا ودي دبر راسك انا ما نقدر ندير معك والو نو. كيعطيك ديك الوعود الكاذبه. شنو هي الوعود الكاذبه؟ كيقول لك اودي انا ما نقدر ندير معك والو مثلا، ولكن الا جيتي لاوروبا نعاونك. بحال اش تعاوني مثلا؟ كتقول ود خالي بشحال باش تعاوني؟ كيقول لك غنعاونك تجي نشوف لك خدمه، نقدر ندبر لك مضامه، دير لك وراء شي مره، دير لك وراء نشوف لك كريه، نوقف معاك ديباني عندي في داري حتى بما تلقى خدمه، بما تادابطا وبما تولف السيستم وتبدا خدام على راسك. يعني هادو هما الوعود. كيما بعض المرات كتكون وعود تاع الصح، بعض المرات كتكون وعود كاذبه. بصح هي 80% كتكون وعود كاذبه كما كنقولوا، غير هضره وداها الريح. يعني ما تقدرش كيما نقولوا تعول على ديك الهضره اللي كيقول لك الانسان وانت مازال معاه في المغرب. يعني ما تقدرش تعول عليها، حيت ما غتعرفش هذيك الهضره واش صح ولا لا، حتى غتوصل لعندو هنا لاوروبا وتعيط له تقول له فلان انا راني وصلت تما، كتقلب الموازين تما، كتبان العائله واني جايكم دقه دقه. المهم كيقول لك اودي مثلا ود العائله ديالك كيكون عايش في هولندا، كيقول لك اودي انت غير دخل ليا لاسبانيا، انا نمشي نجيبك من مالاغا، من ماربيا، نمشي نجيبك من سان سيباستيان، انت سيدي دخل ليا لاسبانيا وخلي البقيه عليا. هذاك ولد العائله ديالو مثلا كيدير شي محاوله، مسكين كيدخل لاسبانيا، بغى كيدخل لاسبانيا كيعيط له الو ود خالتي كيدير بخير، هاني كلشي مزيان، انا ود خالتي راني في برشلونه، راني مع شي دراري طنجاوا ولا كازاوا، راني مديباني معاهم هاد اليومين، قول لي تجي لعندي اخويا تديني. كيقول لك صافي انا غنجي نديك. كاين اللي كيبدل النمره، كاين اللي كيخلي النمره، كيقول لك اودي راه الخدمه اخويا راه ما عندي ما ندير لك وما نقدرش نطلع الخدمه ونجي، لا قدرتي تجي لعندي لهولندا اجي انا، غتوصل لهولندا نجي نديك. يعني ها انتوما شوفوا، في الاول في المغرب قال لك توصل لاسبانيا نجي نديك، ومن بعد كتقلب الهضره كيقول لك اجي توصل لهولندا راه كاين الدار مرحبا بك. يعني هنا كيبدا التناقض. كاين اللي كتعيط عليه غير كيسمع صوتك صافي كيقطع التليفون وكيخرج لك شي سبب، مهم كيخرج لك شي سبب، كيقول لك فوالا راني صاروا لي مشاكل مع مول الدار وراني كدا وما نقدرش ندخلك ورا الدوله، وكاين الكونترول تاع لي بابيي، ولا الجيران عفوا اخوت، الا الجيران شافوك وغادي يعيطوا للبوليس يقولوا لهم راه فلان بالفلان مدخل واحد حراق ما عنده لا وراه، كيبداو يديروا لك هاد الافلام، هاد الافلام التركيه كيبداو يديروا لك حكاره كاين الكونترول، يعني الا شناك دخلناك للدار الجيران عدوا يعيطوا للبوليس يقول لهم راه دخلوا واحد براني. وهذا الشيء كاع ما كاين الخوت، يعني راه كذب عليكم الكذاب. هنا في اوروبا راه ما كاينش الحظ، يا ما كاينش هذا الشيء. وي كاينه الا شافوا شي حاجه كيعيطوا كيبلغوا وي، ولكن انت باش غادي تجيب واحد الانسان تدخلو لدارك غينوض واحد من الجدار ديالك يعيط للبوليس؟ هذه راه ما كايناش، وراه ما مكتوباش على جبهتك حراك انت باش غادي يشوف هالجدار ديالك وغادي يعيط للبوليس. يعني راه ما مكتوباش على جبهتنا حراقه حنايا، يعني راه ما غيقدرش يعرفك، ما يقدرش يعرفك سوى لا هذاك من عائلتك قال الجار وقال له راه ودي راه خويا ومازال بلا وراء وكذا. المهم يعني كتلقى هاد الوعود الكاذبه، بغي كتهبط الانسان يهبط المغرب، كتلقى العائله ديالو كيخرجوا معاه كيدوروه. انا واحد الاخ قال لي، قال لي العائله ديالنا بغي كانت كتهبط من اوروبا، قال لي قسم من عظم انا خويا ايوب الا كيجيو من الانجليز باش كيما نقولوا يبروفيتيو فينا، يفكتمو فينا. كنقول له بحال اش كيبروفيتيو؟ كيقول لي كيجيو كيهزوا الكادوات ديالهم معاك، يوصلوا المغرب كيديهم للدار ديالهم كيحطوهم. قال لي معاك يحطوا دوك الكادوات ديالهم، اش كيبداو؟ كيبداو كل ليله يمشيو يتعشاو عند واحد، اليوم يتعشاو عند خالتي، غد لي يتعشاو عند عمتي، غد لي يتعشاو عند عمي، غد لي يتعشاو عند بنت عمي. يعني كيبقاو كل واحد كل نهار كيمشيو عند واحد داير لهم عراضه. قال لي حنا كنا كنجيبو وكنتسلفو ونتكلفو ونفرحو بيهم ونديرو لهم اللحام والبرقوق تمو الخير ونخرجوهم بالليل العين الدياب ونديوهم ونشريو لولادهم الايس كريم. قال لي هما جايين من اوروبا وما يشريوش لولادهم الايس كريم الكلاص، قال لي نشريو لولادهم ونفرحو بيهم ونديوهم الغابات بوزكوره، ديناهم سيدي مسعود، ديناهم المولاي عبد الله الجديده، ديناهم الوالديه، يعني كيدوروا بالعائله ديالهم. قال لي نهار اخويا ايوب طلعت انا لاوروبا
وعيطت ليهم طفاو علي التليفون اخويا ايو. قلت له نورمال، قلت له هذا الشيء راه كيطرا جاري به العامل. قال لي والله اخويا ما خلينا، قال لي كيبغوا يجبدوا الفلوس كينقص با، كيقول لهم لا والله ما تخلصوا. قال لي ماشي زعما والله ما تخلصوا زعما باش يوقفوا معايا، لا لا. قال لي احنا كنا حاسبينهم عائله وكنتهلاو فيهم وكيجيو عندنا من اوروبا كنخرجوهم كندوروهم. قال لي حتى لواحد النهار، نهار وصلت لاوروبا ما لقيتش هذاك الشيء اللي بغيت. قال لي عيطت لهم طفاو عليا التليفون طفاو عليا كل شيء. المهم ان يعني الانسان باش يفهم هذه القضيه هذه. وكاينين عائلات ما على باليش داروا المستحيل مع العائلات ديالهم، يعني باش تفهمون داروا المستحيل، يعني جابوا الانسان من هنا من البلاد. حيت صراحه كاينين شي خوت كيجيو من البلاد كيجيبوهم من العائلات ديالهم ما كيعرفوش يعيشوا الخوت. علاش؟ كما كنقولوا جا من الحماره للطياره، من دوز لا غربه لا يديك لا يخليك، ما بعت في خرب ما جاع ما والو، يعني ما كيعرفش بقيمه الغربه. كيجي لهنا عند العائله ديالو كيلقاها واجده من الجنه والناس، الدار كاينه، الماكله كاينه، الكونيكسيو كاينه، الفلوس العائله هذيك خو ولا اختو كتكون كتدبر عليه. علاش هو غيمشي يخدم وزيد عاوتاني كيلقى البيره الكباريات الديسكوتيكات شهاب الراس، راكم عارفين. يعني الانسان كيجي هنا كيدوخ وكما كنقولوا كيرخي عظامو، ما كيبقى باغي لا يخدم لا يردم، ما كيبقاش جاي على ما كيبقاش عنده داك البلان اللي جا عليه اساسا من المغرب، كيبقاش عنده فراسو. علاش؟ لقى الدنيا واجده، اما لا بات في الزنقه وبات في الخربه وتمرمد وجاع وما صبنش حوايجو ب 15 يوم وما دوش بشهر، تماك نهار كيطلع للغربه كيعرف بقيمتها. ونهار كتعطاه الفرصه في الخدمه ولا في اي حاجه كيستغلها، ماشي كيما واحد ما كيستغلش حتى شي فرصه كيجي كيبقى معول على العائله. كما قلت لكم الخوت كيبقى معول على العائله ديالو، يعني صافي لقى الاخ ديالو ولا الاخت ديالو ولا بنت الخاله ديالو ولا بنت العمه ديالو ولا ولد عمو كيبقى معول عليه. سي كيما نقولوا كيقول لك صافي انايا كاين كلشي العائله ديال، حتى هو ما فاهمش ما عارفش كيما نقولوا باش مخضره، ما عارفش راه مثلا هذاك اللي من العائله ديالو عنده ضرائب عنده كرا عنده ما عنده ضو عنده والديه في البلاد عنده ولادو عنده مرتو عنده بزاف الامور، عنده هو عنده طوموبيلتو عنده بزاف الامور. يعني باش غادي تجي نتايا وتعول على العائله ديالك هنايا نو. انا اللي ننصح الانسان الا جابتو شي واحد العائله ديالو سوا جا هو حراق ولا جاب فيزا ومن بعد مشى على العائله ديالو، ننصحك خويا الزين ما تعولش على العائله ديالك. وي بغيتي تجي ديباني معاهم ديباني معاهم شهر 15 يوم شهرين. ونزيد نوصيكم انسان كيكون جاي من البلاد عند العائله ديالو جي معك واحد 800 اورو 900 اورو باش كي تجي تكري ما تدسر حتى شي واحد، تكري تعمر ثلاثه شتك راك بخير. تبارك هذاك الشهر الاول وداك الشهر الثاني بشويه عليك ما تزرب ما والو حتى تلقى خدمه باش تبقى غادي عايش مع الوقت. اما الا جيتي ومعول على العائله ديالك هذه كتولي لك غنيه مع الوقت، تقدر العائله ديالك غتجي غتعاونك غتشوف لك خدمه غتشوف لك مره غدير لك وراء وكذا، ولكن مستقبلا غتلقى المشاكل. غتقول لي اخويا ايوب بحالاش؟ غنقول لك مثلا واحد الانسان جا للغربه لهنا جابتو العائله ديالهم واحد النهار وصل لواحد النيفو عالي ولا مثلا ولا لاباس عليه ربي غناه ربي عطاه، كدوز واحد الفتره واحد 15 عام 10 سنين كذا كتكونوا مثلا في البلاد نتوما وباركين ومجمع كتضحكوا كدو تهضروا بحال ما هكذا كتقدر الهضره جابده هضره قدر العائله ديالك يقول لك اسمع. تكون مثلا انت كتقول لي ما ودي انا طلعت الغربه وتمرمدت وتكرفست ودرت وتعبت وخدمت وكذا باش ربي رزقني، يقول لك هذاك ولد عائلتك اللي طلعك نهار له ويقول لك لا ولد عمتي لا، يقول لك ما قلتيش نهار جيتي انا اللي عاونتك انا اللي سكنتك انا اللي وكلتك انا اللي شربتك انا اللي دورتك انا اللي وريتك خدامي، كون ما كنتش انا ما توصلش لهذا النيفو اللي انت فيه. يعني كتولي لك غنيه، وهذا الشيء راه طرا للخوت هنايا. يعني واخا توصل ما عرفت النيفو اللي وصلتي ليه كيبقى ديما باللي هذاك الانسان كيبقى يقول باللي انه هو السبب لذاك النيفو اللي انت وصلتي له. يعني ما عمر الانسان يعول على شي واحد. جيت اخويا هنايا كما كنقول لكم في الفيديوهات اللي سبقوا، عولوا على كتافكم عولوا على ربي عولوا على كتافكم وصنعتكم صافي، ابار سا ما تحتاج حتى شي واحد.
هذه ماشي كما نقولوا بلاد المعرفات وبلاد الرشاوي، لا، هنا عندك عندك، ما عندكش ما عندكش. جيتي هنايا تعطي غتاخد، خدمتي غتخلص، ما خدمتيش غتريح الله. يعني هذا الشيء راه معروف، والانجليز واوروبا تعطيها تعطك من الاخر. يعني باش غادي تجي نتايا من النهار الاول واوروبا غتعطك، راه ما غتعطكش. راه غادي خصك تصبر، خصك تبين لاوروبا، خصك تبات في الخرب. ماشي كنقول ضروري اوبليجي تبات في الخرب، سي كيما نقولوا ذا فيرست مانس، الشهر الاول، الشهر الثاني تبات في الزنقه، تبات في الجرادي بحال ما هاد. وانا بت في الجرادي، بت في القناطر، بت في الخرب يعني. ولكن انا علاش بت في الطريق؟ انا نقول انا كانت كتجيبني غير الطريق. يعني بغيك تجي مازال جاي من اوروبا، جاي طالع للطليان، بت في الطريق. عاوتاني كي كتجي من الطليان للانجليز، بت في الطريق. ولكن صافي كنوصل لاوروبا، انا نود الغربه، طا 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 طا، كنلقى راسي ساكن واكل شارب خدام بخير، اموري مزيان. يعني هادشي راه ماشي من النهار الاول غتعلمو، راه خصك ضروري تجي للغربه وتحك. الا ما تحكيتيش راه ما غاديش تعطي الريحه، والله ما غتعطي الريحه، وما غاديش يبان كما نقولوا، ما غيبانش رزقك، ما غيبانش. الا ما قلبتيش عليه وما مشيتيش غتسنى رزقك انت، غيجي يدق عليك يقول لك انا ديرني في جيبك. لا، رزقك خصك تقلب عليه. وكل دابه على الارض ورزقها على الله. سير اخويا دور، قلب، تبرم، ما على باليش، تعلم صنعه. علاش كنوصيكم تعلموا صناعي باش ما تصروش بنادم هنا، لا العائله لا اي واحد. المهم دابا غادي نهضر لكم، غادي نهضر لكم في الانسان اللي كيجي كما كنقولوا ومعول على العائله ديالو. انا هضرت لكم على العائله اللي كتجي كتواعد العائله ديالها وما كتوفيش بالوعد ديالها. دابا غنهضر لكم على الانسان اللي كيجي كما قلنا معول على العائله ديالو. الانسان كما قلت لكم الى جا هنايا صافي، ما تعولش على العائله ديالك، ما تعولش، ما تعولش عليهم. واخا يقولوا لك اودي غير برك معانا، علاش غتمشي؟ لا لا، الا كنتي غتبرك مع العائله ديالك، نعطيك حل زوين. بحال دابا الانسان جا هنا للانجليز، جيتي خدمتي، خدمتي كتوشي مثلا 1500 بوندا في الشهر، 1500 بوندا، راك ساكن مع خوك ومرتو، اشنو غدير؟ غتشد 300 بوندا شهريا تحيدها من الخلصه ديالك. هاك اخويا نتعاون معاك على الكرا اخويا، راه ما تجيش حتى، راه عندك وليدات، عندك مرا، عندك مسؤوليه، عندك بلاد، عندك حتى، راه عندك مشروع كتبني فيه في بلادك، ولا عندك مشروع هنا في الانجليز، ما على باليش. هاك اخويا 300 بوندا، الخاوه حد الدنيا على بالي ما غتفوتنيش، ولكن انا راه نتعاون معاك، تعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الاثم والعدوان. هاكا خويا 300 غادي نمشي غنهز واحد 150 بوندا 200 بوندا، غنمشي للتيسكو ولا السنسبيري ولا السوبر مارشينا، غنشري واحد 200 بوندا ديال التقضيه، ولا نمشي عند الجزار نشري واحد نص حولي 10 دجاجات كذا نجيبهم ندخلهم للدار. هاكا خويا علاش؟ كتولي عندك التقيمه، كتولي ام اكزيستين، راك اكزيستي في الدار، راك حتى كتخسر، كتصرف بوله تحرقت كتمشي تشريها بلا ما تسنى خوك حتى يجي ويبدل البول. لا لا، انت بلاص خوك انت تمشي تقضي انت صافي، عندك عندك عنده عنده، تولي كيف كيف. مثلا ما على باليش امور اللي هكذا، امور اللي هكذا لازمك تكون تعاون. جيتي ما تعولش على العائله ديالك، بغاو هما يسكنوك معاهم وكما نقولوا هما الله يعمرها دار وزوينين وكذا، ما تعيقش. الا كان خوك عسل، ولكن ما يقولوا لك كان صاحبك عسل ما تلحسوش كامل. يعني صافي، جيتي شتي خوك مسكين دي باناك على وجه الاخوه والبزيزيله وكما كنقولوا وكذا، صافي اخويا خدمتي وليت تخلص مع الكرا، وليت حتى هي كما نقولوا تجيب تعاونوا في الماكله وتعاونوا هكذا في المصاريف، حاجه باينه هذه وماشي زعما شي حاجه نورمال. كيقول لك عاملني كي خوك وحاسبني كي عدوك، سي هذه غربه اخويا، هذه غربه. اما غتسناش مني انايا غادي نجي غادي نعاونك انا، وغادي غادي كتا انا عندي مسؤوليات، انا عندي طموحات، انا عندي مستقبل قدامي، باغي نوصل ولادي مثلا، لا عندي ولاد باغي نقريهم مزيان، ماشي غادي نجيبك نتايا وغتبقى منم ليا في الدار وبارك. كيما واحد الاخ جا عند الاخ ديالو هنايا وجاي من المغرب، ديك العقليه ديال المغرب، الفانيل والحشيش والشراب، وزاد هنايا عاوتاني تبلا بالغبره، ولا كيجي لخوه كيدير له الشوهانه قدام النقالزه، واه ود الفاعله، واه ود التاركه، وقلبتي وجهك على جال مرتك، وخو داير معاه الرب ديال المزيان، عاطيه البيت الفوق مهلي فيه، كيقول له شوف ما تخلص لك ريوا ريح. الاخر كيمشي يشرب، وعاشر واحد القوم هنا من شر ما خلق، تا هما زادوا حرفوه بقى على الغبره والشفره وكذا والشراب والحشيش وكذا. خوك يقول له شوف اخويا انا راه ساكن مع مرتي، ومرتي عربيه
الله يرحم لك الوالدين، جي مع 11 الليل دخل بحالاتك. خونا ما كيجي حتى 2 الليل، بالتنين يجي مع 2 الليل، بالثلاث يجي مع 2 الليل. هنا معليش لا سهر الانسان السبت والحد ولا الجمعه معليش، بصح باش كل نهار انت تسهر تجيهم مع 2 الليل 3 الليل سكران، عاد تدخل الكوزينه تبدا تقرقب تماك، وهما نايضين مع 6 الصباح للخدمه، ولادهم نايضين الصباح للمدرسه، ما يمكنش. يعني واحد الاخ انا حاول يدير المستحيل مع اخوه، في الاخر شاف 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 تعيه تعيه مسكين، صبر صبر، هز له حوايجو حطهم له برا. جا في العشيه قال له خويا سير هز حوايجك، سير الله يعاوننا ويعاونك انا خويا، بلا ما نعيطوا للبوليس ونوليو في الشدية نقطع لك، سير اخويا. ولاش كيدير؟ ولا كيجي يوميا كيبدا يعاير فيه من الشرجم، وتخيلوا دابا حتى ولا خوه مسكين مبدل السكنه، يلا وتخيلوا دابا. وواحد الاخر غادي ما غنحاول ما غنسميش، هو عايش معنا تا هو انا في لندن، باش تستافدوا من هذا القصص اللي كنعطيكم. واحد الاخ مهم عربي، الاخ عربي كان هنا عايش بخير، عنده بزنس ديالو، عنده امور ديالو، عنده كلشي. جا خو من فرنسا، عنده الوراق تاع فرنسا، عنده جنسيه فرنسيه، خو كان عايش فرنسا، جا لهنايا، هادشي في 2004، جا لهنايا دخل هذا الدري اللي في الانجليز، دخل خوه معاه في البزنس، هذا اللي جا عنده من فرنسا دخلوا معاه هنا في البزنس في المشروع كذا. ناض هذاك اللي جا من فرنسا، مسح خوه اللي في الانجليز، ديلو فلوسو، سمعوا مزيان، ديلو فلوسو وضحك عليه ودخلوا المحل في مشاكل وباعوا الماشينات، وحق الله الخوت. ودابا هذا الاخ هذايا كيبات في الزنقه، كيبات في الاخر. وهذا الاخ اللي دا الخو فلوسه ما كيجيش يزورو، كيجي يزورو مره مره، ومازال لحد الان ما عطاهش فلوس، قسما عظما يعني باش تفهموا. يعني كيقول لك الخاوه حد الدنيا وكذا، وديك الهضره في الغربه، في الغربه خاوه صعيبه باش تدوم، خاوة صعيبة باش تدوم، تقدر تلقى الخير في البراني وما تلقاش فوق. يعني هاد الأمور الخوت كنحاول نفهمها ليكم، الغربة صعيبة وكتغوي، الغربة كتغوي الإنسان، الإنسان كيتغوى، فهمتي؟ يعني باش نعطيكم واحد المثال، الغربة كما كيقولوا كتبيض الوجه وكتكحل القلب، فهمتي؟ أنا يعني شفت خوت من هنايا، وما راه خوت خوت ورزق واحد في البلاد، وبجوجهم كيصيفطوا للبلاد وكيغيروا من بعضياتهم. انا شوف، انا الا غيكون الا غتكون المعانده كما نقولوا المعانده وكيعاندوا بعضياتهم ماشي مشكل، اما باش يحسدوا بعضياتهم هذه هي الصعيب. يعني هاد الغربه في شكل الخوت. والانسان اللي نصحوا سمع هاد الفيديو، سوا جيتي في فيزا ولا جيتي حراك، خويا ما تعول على حتى شي واحد. الى ود العائله ديالك واعدك قال لك اودي رانا نطلعك لاوروبا، قول له شوف اخويا انا طلعني لاوروبا من بغيت منك والو، دبر لي خدمه، دبر لي خدمه صافي، حيت غتجي هنا غتلقى خدمه صافي. راه شنو اللي صعيب في الغربه؟ الخدمه هي الاولى، ومن بعد تكري. تقدر تجي علاش قلت لكم جيب واحد مع 800 اورو 900 اورو، تقدر تكري الشهر الاول وتمشي تقلب على خدمه بشويه، حيت ماشي غادي تخدم النهار الاول غيخلصوك، راه لازمك تضرب معاهم شهر عاد باش يخلصوا. يعني باش تقدر انت تخلص اللوازم ديالك، تخلص الكرا ديالك وداك الشيء اللي خصك. يعني الانسان باش يفهم هاد القضيه، اللي باغي يطلعوا العائله ديالو قول له خويا ما تعطيني والو، دبر لي خدمه. وهذا الشيء اللي كاين. ونبينا عليه السلام، تحياتي لكم وكنشكركم بزاف بزاف بزاف، الناس اللي كتكتب لنا الكومونتير، الناس اللي كتكتب لنا رسائل زوينه، والناس اللي مازال ما جاوبناهمش. خوتي راه غنجاوبكم، راه غنجاوبكم ان شاء الله، ونكونوا هانين. وتحياتي لكم من الكبير حتى الصغير، خوكم ايوب كان معكم، وان شاء الله راه مازال بزاف المواضيع مهمه غادي نطرقوا ليها. تحياتي لكم، والله يجعل ربي يحفظكم ليها. السلام عليكم.